إذاعة سلطنة عمان. وقال القارئ، تعد القراءة الواعية مدخلاً وحيداً للولوج إلى عمق العمل الأدبي الذي لا يكشف عن كنوزه المخبوءة من خلال محض قراءة سطحية غير سابرة، فضلاً عما توفره القراءة الواعية من تعددية تأويلية تتنوع من قارئ إلى آخر بسبب من التنوع في الذائقة والتعدد في الرؤى والاختلاف ما بين الخلفيات المعرفية لكل قارئ. وقال القارئ، قراءات تحليلية في نصوص أدبية. إعداد جاسم بن جميل الطارشي، تقديم منى بنت حبراس السليمية، إخراج سيف بن سالم الجرداني. وقال القارئ. أعزائنا المستمعين، أعزائنا القراء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج وقال القارئ. في هذه الحلقة مستمعين الكرام، سنناقش وإياكم القصة القصيرة البطاقة الشخصية للعمانيين للكاتب العماني مازن حبيب، ضمن مجموعته القصصية التي حملت العنوان ذاته وصدرت عن مؤسسة الانتشار العربي في عام 2014. وقال القارئ، وتستطرد الرواية ذاتها أن أباه قد غرس له شجرة مانجو قرب المكان الذي باغت المخاض أمه قبل أن تهب لعونها نساء القرية، وكان ذلك في اليوم اللاحق لميلاده، احتفاء بقدومه وتمييزا للمكان، وقد يتعرف إلى عمره الحقيقي إن استطاع أحد التعرف إلى الشجرة المعينة وتقدير عمرها لو هي ما زالت باقية. وكانت الرواية صحيحة أساسا، إذ لم يبقى أحد ممن يستطيع أن يثبتها أو ينفيها من أهل ذلك الزمان. والمثبت في البطاقة أن محل الميلاد صحم، ولكن الجميع يعلم أن المزرعة التي ولد فيها كانت في صحار، لكن بما أن الولد قد انتقل مع عمه إلى صحم في بيت آخر وفي مزرعة أخرى، وقد عاش الجزء الأكبر من طفولته وبداية شبابه هناك، فقد التبس على شيخ القرية فيما يبدو الأمر، حيث تقدم بالأوراق لاستصدار الجوازات حينئذ، معتقدا أن محل الميلاد في مزرعة صحم وليس في مزرعة صحار. واتفق الجميع أن لا داعي للتصويت بعد اكتشاف الالتباس، وأن البلاد كلها واحدة، ولا فرق بين مزرعة أبيه أو عمه، بين صحم وصحار، ومثل ما في جواز السفر يكون في البطاقة الشخصية للعمانيين. وقال القارئ، كانت تلك فقرة من قصة البطاقة الشخصية للعمانيين
للكاتب العماني مازن حبيب بصوت القاص والروائي محمود الرحبي الذي أرحب به في هذه الحلقة لإضاءة هذا النص. أهلا وسهلا بك أستاذ محمود في برنامج وقال القارئ. مرحبا بك أستاذة منى وشكرا جزيلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. وكذلك أرحب عبر الهاتف بالناقدة التونسية الدكتورة بسمة عروس. أهلا وسهلا بك دكتورة بسمة في برنامج وقال القارئ. أهلا وسهلا بك وأهلا بمستمعي إذاعة سلطنة عمان وأهلا بضيفك الكريم القاص ذي التجربة المتألقة. أهلا وسهلا بك. شكرا. فإذا أبدأ معك أستاذة بسمة عروس بالسؤال عن ما هي المداخل التي تقترحينها على المستمع الكريم لقراءة هذا النص؟ في الحقيقة هذه المجموعة القصصية تفتح على الكثير من المداخل للقراءة، فيها خصوصية مازن حبيب في الكتابة، وفيها أيضا من الجوانب ما تقربها من كثير من المجموعات القصصية التي اطلعت عليها، كثيرا في الحقيقة من مظاهر السرد العماني، حتى إنني أستطيع أن أطرح افتراضا ما زلت أشتغل عليه وهو خصوصية للسردية العمانية، سواء كان ذلك في القصة القصيرة أم في الرواية. المداخل المحتملة بعضها سطرته في قراءة وجيزة ليست سوى مدخل للقراءة في الحقيقة، في قراءة وجيزة نشرتها عن هذه المجموعة قامت على أساس فكرة الهوية باعتبارها مدخلا أساسيا نستمده من العتبة الرئيسية، نستمده من العنوان، ونستمده كذلك من داخل المجموعة. وقامت كذلك على مظاهر أخرى سردية فيها تقوم على الإيحاء والتكثيف، هذا أن الإيحاء أو التكثيف هو سمة خاصة في القصة القصيرة وفي القصة القصيرة جدا، لكننا نجد لها كما أسلفت خصوصية في هذه المجموعة. وقامت أيضا على اتجاه هو أصيل في القصة القصيرة بشكل عام، ولكنني ألاحظه في القصة القصير في نماذج عمانية أسميه بالاهتمام بجانب من الحياة، هو اليومي والتافه ربما وحتى العابر البسيط، وتحويله إلى موضوع سردي وتحويله إلى جوانب يمكن من خلالها طرح العديد من القضايا أو الارتفاع بها إلى مستوى للتكثيف والإيحائية والمفارقات الواقعية والترميزية الشيء الكثير. جميل جدا. فإذا دكتورة نحن سنأتي على تفاصيل هذه النقاط التي تفضلت بذكرها. الأستاذ محمود الرحبي، إذا ما أحلت هذا السؤال إليك من طرفك، ما هي المداخل التي تقترحها على المستمع الكريم أيضا لقراءة هذا النص؟ هذا النص طبعا يعني بيكتنف عدة حمولات، يعني خلنا نقول نبدأ بالاسم أو عنوان القصة، البطاقة الشخصية للعمانيين، هناك جمع وهناك مفرد، بطاقة وعمانيين، هذه يعني عتبة مهمة. كذلك هناك التقسيمات التي يعني جاءت بها القصة، التاريخ للانتهاء بدأت بهذا العنوان، ثم استمرت بتواريخ تاريخ الميلاد، ثم مدخل الميلاد أو عفوا محل الميلاد، وهكذا استمرت في التقسيم الاسم والعنوان. هذه هي التقسيمات اللي يمكن أنا نعم. توقف أمامها يعني نعم. فصيلة الدم كذا لها أبعاد كثيرة نعم. إذا أنت أيضا ستقف على تقسيمات هذه القصة على هذه العناوين. طيب إذا دكتورة بسمة عروس، تحدثت في من ضمن المداخل التي اقترحتها عن خصوصية كتابة القصة العمانية، ومن أولى المداخل التي تطرقت إليها وهي قضية الهوية التي بدت لك واضحة من العنوان، نريد أن تحدثينا عن هذه النقطة. فعلا هي قضية الهوية تفرض نفسها على القارئ منذ يعني صيغة، بالنظر إلى صيغة العنوان يعني من البداية، البطاقة الشخصية للعمانيين، لكن يجب أن لا ننخدع كثيرا بهذه البداية، لأن البداية تقدم تصورا لبطاقة شخصية حتى بالنسبة إلى المداخل أو المحددات أو المؤشرات التي ذكرها ضيفك قبل قليل. يجب أن لا ننخدع بها كثيرا، لأن المقصود من هذه الهوية ليست هوية وليست إنية، وإنما هو بديل عن الهوية،
فما نقدمه من هوية رسمية مثل ما تمنحه الوثائق الرسمية ومثل ما تمنحه المحددات وثائق الهوية المدنية أو المحددات القانونية القائمة على مداخل مثل الانتماء الجغرافي أو فصيلة الدم أو الانتماء العائلي أو ما إلى ذلك، هي لا تعني شيئا بإزاء الهوية الحقيقية التي يمكن أن تطرح من خلال السرد. ولذلك هو يركز على جوانب أخرى، جوانب بديلة. الهوية الحقيقية هي هوية هؤلاء الضائعين في الحياة اليومية، هؤلاء الذين لا يلتفت إليهم، الذين لا يهتم بهم أحد، هي في التفاصيل البسيطة اليومية، هي في هذه التناقضات التي تعيشها الشخصيات والمآزق ومفارقات الحياة اليومية، هذا في هذا الوجع الصامت الذي لا يلتفت إليه أحد، في صورة هذا الحارس القابع أمام باب المستشفى يرى مئات المشاهد وهو قابع في مكانه في صمته، لكن داخله يعج بالكثير. هذه هي الهوية الحقيقية التي يقصدها. نعم جميل. فهناك جدل ما بين الهوية الرسمية والهوية التي يمكن أن تطرح سردا، غير المرئية وغير الرسمية، وهناك جدل بين الخصوصية العمانية في المحلية وفي جوانب الحياة اليومية وفي الجماعي الذي هو يوحد في محلية هؤلاء العمانيين، هي بطاقة شخصية للعمانيين، لأن كل هذه المظاهر الفردية مرجعها إلى أصل واحد وصورة واحدة. جميل جدا. طيب إذا أنا عندما أتحول إليك الأستاذ محمود الرحبي فيما يتعلق بالعنوان كذلك، أنت توقفت على هذه المفارقة ما بين المفرد والجمع، البطاقة الشخصية العمانيين، وكأنك أيضا تشترك فيما ذكرته الدكتورة بسمة عروس في آخر ما ذكرت قبل قليل. نعم صحيح، يعني هو ترى عتبة يكون هذا العنوان، أنه كيف تكون بطاقة شخصية للعمانيين وفي العنوان يحمل رمزية لا تخلو من بعض الطرافة، يعني أنه بس لها بعد، يعني بعد واقعي، أنه كانت البطاقة فيما مضى، يعني وقد أشار الكاتب إلى ذلك في الحاشية، كانت تكون بصيغة واحدة. فالتقاط مازن حبيب لهذه الفكرة كانت ذكية منه، كذلك معالجتها كانت عميقة. هذا التقسيم لم يكن اعتباطيا، كل تقسيم له حمولاته الخاصة، لأن نحن هنا بيزاء فن، وأنا أعتقد أنه مازن حبيب في هذه القصة وفي مختلف القصص كان بارعا في اختياراته يعني. نعم أستاذ محمود، ربما أيضا سأسألك فيما يتعلق بهذه المفارقة ما بين هو ثابت وما هو متغير في البطاقة الشخصية العمانيين، وأومأت إلى ذلك الدكتورة بسمة عروس عندما نعرف أن البطاقة الشخصية التي تحوي معلومات ثابتة، ولكننا نجد أن مازن حبيب في هذه القصة ربما ينسف ما يمكن أن يكون ثابتا في هذه القصة، وأن لا يوجد هناك شيء ثابت ويعني يمكن أن يعتد به. بالفعل هي طبعا البطاقة الشخصية العماني هو في نفس الوقت عنوان المجموعة كاملة، وكأنما العمانيين هنا الذين توحدهم هذه البطاقة من ناحية الشكل هم كذلك من الأعماق متعددين، هم عمانيون ببطاقة واحدة من حيث الشكل والزي والتوحيد، ولكنهم في الحقيقة هم مختلفون من حيث الإشكالات التي عالجتها القصص. كل قصة هنا مستقلة بذاتها. ميزة مازن حبيب إنه كل قصص حية، يعني هو ما يحتاج إلى الذاكرة، شحذ الذاكرة من أجل اقتناص مادة حكاية. هو يشتغل مازن حبيب على المدينة، على الحياة الحديثة، ولذلك كل شخصياته يعني هي حية معاشة أكثر من كونها مستلة من الذاكرة ومن الماضي ومن الطفولة. نعم. وهذه ميزة مازن حبيب في كتابة القصة. نعم. دكتورة بسمة، يعني من ضمن ما تحدثتي عنه هو دلالة الأشياء وخصوصا الأشياء اليومية التي قد تكون تافهة، ولكن القدرة على تحويلها إلى مادة سردية. أين يمكن أن نعثر على هذا بشكل جدا واضح في هذه القصة بحيث نعكسه فعلاً للمستمع؟ فعلا هو حتى تعقيبا على ما كان يقوله
يعني ضيفك قبل قليل من أن ما يحضر هو عالم المدينة وأن القصص يعني خالية من الذاكرة. تجربة القصة القصيرة فيها بشكل عام، يعني نتحدث عن التجربة العربية وحتى عن التجربة العالمية، فيها هذا الاتجاه نحو الحياة اليومية ونحو المشاهد الحية، كونها يعني كون هذه المجموعة تغيب عنها الذاكرة، الذاكرة تحضر في مجموعات أخرى، وأظن أن الاتجاه الغالب هو الالتفات إلى المشاهد الحية وإلى التقاط ما هو مشبع منها، فحتى ما هو يعني ظاهر ينتمي إلى الحياة اليومية هو مشبع بجانب ما منه أو في جهة منه بشيء من هذه الذاكرة. ما قصدته باتجاه اليومي أو البسيط هو ما لا يلتفت إليه أحد، القاص يرى فيه عالما كما قلت يعج، يرى فيه عالما واسع التدلال ويرى فيه عالما يمكن أنسنته. ففي التركيز مثلا على مشهد في قصة البطاقة الشخصية للعمانيين، نفس القصة التي تحمل عنوان المجموعة، المشهد الأخير هو مشهد دهس هذه السيارة، مشهد الحركة الآلية الرتيبة، الحركة التي تفتقر إلى الحياة بعد معاينة البطاقة الشخصية، بعد هذا التمرين اليومي الرتيب للتثبت من أوراق الهوية الشخصية، بعد ذلك هذا الرجل يموت دهسا. فالتركيز على المشهد الأخير البسيط وهو الإشارة إلى علبة المشروب ديو، علبة التي بقيت في السيارة كما لو أنها شاهد على فجائعية هذا المشهد. فمشهد الدهس بما فيه من عنف وبما فيه من فجائعية يهمل تماما ويترك لفضاء التأويل، في حين يركز على وصف هذه العلبة التي بقيت كما لو أنها شاهد على كل هذا وكما لو أنها هي آخر لحظات أو التقاطات الحياة التي بقيت. هذا هو القاص، هو يهتم بما لا يهتم به أحد. هذا المسار بدأ واضحا في كل القصص. بعض القصص بنيت على أشياء الحياة اليومية وبنيت على الجمادات التي أنسنت، فقصة يوم انكسرت الشماعة تشير إلى عمق يعني ما في الحياة الزوجية من انكسار في البدء يراكم ويتكثف حتى يصل إلى لحظة الانفجار، وكأن هذه الشماعة هي التي استوعبت كل ما في هذه الحياة من تناقضات أو كل ما في هذه الحياة من انكسارات في البداية ومن أخطاء استوعبتها، وفي مشهد النهاية لما انكسرت أو لما انفجرت هو ما ينوب عن ذلك. يعني صارت الأشياء، أشياء الحياة اليومية والجمادات هي الناطقة عن كل ما في المجتمع من تناقضات غير ظاهرة، من أشياء في الظاهر تبدو سوية، تبدو مستقيمة وتبدو طبيعية، لكنها تنم عن الكثير من مظاهر الخراب أو من مظاهر الخلل أو الاختلال. لكن القاص يركز على الأشياء، يمنحها بعدا رمزيا ويجعلها هي الطاقة الإيحائية أو هي التي تستوعب، وهي فيها يكون تركيز كل هذه المظاهر. فأنسنت الفضاءات وأنسنت الأشياء، أشياء الحياة اليومية هي التي اشتغل عليها القاص وحاول من خلالها أن يفضي أو أن يجعلها هي التي تفضي إلى العالم الداخلي، وهي التي تشتغل أيضا على ما قامت عليه القصص من تبئير داخلي كبير جدا للأشياء التي تعيشها الشخصيات في داخلها. نعم جميل. أستاذ محمود، أنت أيضا ربما توقفت عند ويتوقف القارئ أيضا لقارئ هذه القصة تحديدا البطاقة الشخصية العمانيين عند التقسيمات الداخلية لهذه القصة، وهي تفاصيل أو البيانات التي في العادة نجدها في البطاقة الشخصية ولكنها تقدم بشكل آخر. ما الذي يمكن أن تقرأه في هذه التقسيمات؟ طبعا المفارقة، إنه القصة، نتكلم نحن الآن عن القصة، هذه تحمل مجموعة كبيرة من المفارقات. أولا بداية من تاريخ الانتهاء، في البداية نقف أمام بطاقة هي منتهية تقريبا، والغريب أنها تنتهي بيوم الوفاة، وكأنما هي يعني بطاقة وفاة في نفس الوقت أو شهادة وفاة. المفارقة كذلك في تاريخ الميلاد الذي هو غير صحيح واقعيا،
ولكنه يعني معترف به كطفل في البطاقة الرسمية. مكان الميلاد، محل الميلاد، هو مولود في صحار، بينما في البطاقة مكتوب أنه مولود في صحم. هذه المفارقة كذلك يعني الاسم، يعني اسمه في الواقع يعني مركب، بينما في البطاقة اسم مختلف. إلى جانب العنوان، يعني افترض أن تكون هذه البطاقة هي هوية الشخص، لكن في الحقيقة هي لا، هي يعني كأنما يعني خلفها حقيقة أخرى. ننتهي المفارقة الصارخة هنا في فصيلة الدم. طبعا فصيلة الدم صحيحة، ولكن في الحكاية وفي القصة نتيجة الحادث يختلط الفيمتو أو بالدم، فيختلط الفرح بالموت، أن يعني الفيمتو هو رمز، أو الشربة رمز الفرح، رمز الاحتفال. هنا النهاية الجميلة، النهاية اللي هي الذكية، التي أتقنها الكاتب، هذا الاختلاط بين العرس والفرح والموت في نهايتها. يعني هذه القصة ليست فقط تدعوك للقراءة، إنما القراءة والتفكير والتأمل، كمان فيها وصف للطبيعة والماضي. يعني قصة إلى حد ما أنا أعتقد النموذجية في المجموعة يعني. ولذلك أخذت اسمها، يعني اسم القصصية. من هذه النقطة التي ذكرها الأستاذ محمود دكتورة بسمة، وعامل المفارقة بين تقسيمات هذه القصة التي هي يفترض أن تكون بيانات ثابتة في البطاقة الشخصية، ولكنها تضعنا موضع الشك. ذكر الأستاذ محمود بأنها هي أشبه ببطاقة وفاة، هي أقرب أن تكون بطاقة وفاة بهذه الشكل، بهذه الصورة. يعني كيف يمكن أن نقرأ هذا في ظل ما اقترحته من قراءة القصة من مدخل الإيحاءات وانفتاح مجالات التأويل؟ فعلا، هي الإيحاءات وانفتاح مجال التأويل يكون خاصة بالنظر إلى خواتم القصص القصيرة. والخواتم في هذه المجموعة وصيغ النهايات فعلا لافتة للانتباه، وفيها مجال واسع للتدلال، مجال واسع للتأويل، ويبدو أن القاصة يعني أتقن صنعها، ويبدو أنه اشتغل عليها بشكل يعني موجه. يجب أن يوجه يعني القارئ، ويجب أن يوجه القراءة. الحقيقة أن القصة القصيرة في الأصل تقوم على هذا التكليف، وتقوم على اتساع مجال التدلال، وتقوم أيضا على المفارقة. ولا شك أن المفارقة عندما تكون بين البداية والنهاية، مثل ما أشار ضيفك قبل قليل، ربما تكون أبرع، لكن أكثر ما نجده هو أن المفارقات مبثوثة في هذه المجموعات، وتكون غالبا أيضا بين البداية والنهاية. في نموذجين، مثلا رسالة أو النص الناقص لرسالة لم ترسل تحكي قصة غير مكتملة، أنا في هذا النص، وفي نص آخر وهو بعنوان حياة صغيرة قصيرة، أجد أن مجال يعني التكثيف والاشتغال على الطاقة الإيحائية والانفتاح والقابلية للتأويل في مجالات عدة، خاصة مجالات النقد الاجتماعي والتلميح إلى مظاهر اجتماعية قد لا يتسع مجال طرحها بالشكل ربما الواضح، أو بالشكل السافر، أو بالشكل الذي يعطي مجالا لل يعني الانبساط فيها والتبسط والتحليل، هو الذي دعا إلى مثل هذا التكثيف. فالقصة الأولى وهي النص الناقص لرسالة يقوم على أسلوب الترسل، وأسلوب الترسل هنا طريف عندما يعتمد في القصة القصيرة على أنه دارج ومعروف في الرواية.
هذا الأسلوب كان وسيلة خاصة من خلال خاتمته والتلميح من المرسل أو المرسل إليه أو المرسلة وهي صديقتك مثلى، تلميح بعيد إلى جانب من العلاقات التي كانت بين المرسلة وهي طالبة ترسل الرسالة إلى صديقتها، إلى نوع من العلاقة ربما تلميح إلى قضية المثلية وغيرها. مثل هذه القضايا ولما تطرح بهذا الشكل الفني تكون براعة القصة القصيرة في هذا الإيحاء وفي التكثيف، وفي أن هذا الذي قدمته مدخل للقراءة إزاء مداخل أخرى يكون مهما جدا. والتكثيف بدلي أيضا في النص الثاني الذي هو دكتورة يعني ربما نعم دكتورة بسمة يعني ربما هو الحديث التكثيف ربما قادنا كذلك الحديث عن نصوص أخرى في هذه المجموعة، لكن بالتركيز على قصة البطاقة الشخصية للعمانيين وهي محور النقاش في هذه الحلقة، ربما يعني سيحتاج القارئ أو المستمع عفوا سيحتاج إلى أن يتعرف على العناصر أو المفاصل أو هي مظاهر الإيحاء والتكثيف في هذه القصة التي حملت عنوان البطاقة الشخصية للعمانيين. هو في الحقيقة القصة فيها الكثير من الجوانب التي يمكن أن نستمد منها هذا الإيحاء والتكثيف، وخاصة هو الجوانب التي اشتغلت من الناحية الاستعارية على المداخل، مداخل تعريف الهوية، المداخل المعروفة والمألوفة، المداخل الرسمية بإزاء المداخل الأخرى التي تقف وراء هذه المداخل الرسمية وهي المداخل التي يمكن أن نبلغها بشيء من التأويل أو التي يمكن أن نبلغها بشيء من النبش، خاصة يعني مشهد النهاية. يعني في نهاية الأمر هذه المداخل هي المداخل التي توحد بين كل العمانيين، لكنها لا يمكن أن توحد لأن لكل عماني قصة ولكل عماني وجعا ولكل عماني تطلعا يختلف عن الآخر. لكن من جانب آخر ما يوحد بينهم هو ذاته ما يفرق، وفي نهاية الأمر الهوية التي اقترحت فردا هي الهوية التي يمكن الاحتكام إليها. فقضية أن نفكر في أن نطرح الهوية فرديا من خلال القصة القصيرة وأن نطرح تصورا آخر للهوية انطلاقا من الهوية المعروفة المألوفة ذاتها، في رأيي هذا هو عنصر التكثيف وهذا هو المهم في هذه المجموعة. جميل جدا. طيب أستاذ محمود، إذا كنا تحدثنا في هذه الحلقة عن حضور الهوية أو مناقشة الهوية من وجهة نظر سردية، وتحدثنا عن كما تفضلت الدكتورة بسمة عروس عن دلالات الأشياء اليومية وتحويلها إلى مادة سردية، وأيضا حديثنا عن الإيحاء والتكثيف، هذا كله يتطلب لغة سردية قادرة أن تتحمل كل هذا لتنتج لنا هذا النص. كيف وجدت لغة هذه القصة؟ قبل الحديث عن اللغة أنا اكتشفت أنه يعني هو مازن حبيب اقتنص حالة كانت موجودة في أعتقد في الثمانينات، انه كل البطاقات كانت بتصدر بتاريخ 1/1 يعني مولودون هذه الظاهرة يعني عدلت فيما بعد بصراحة صارت لا كان يبدو لسبب ما، وكانت الى حد ما فيها نوع من الطرافة يعني، بس هنا القاص اقتنصها وحولها الى قصة في ظاهرها يعني خفيفة ولكن في باطنها عميقة لحد كبير. بدأت بالموت والفاجعة. أنت سؤالك كان حول لغة السردية. ميزة مازن حبيب أنه لا يوجد حشو، لا توجد مفردات زائدة كثيرا، هي لغة يعني أدبية فيها شحنة أدبية، مش لغة توصيلية أو صحفية، لا هو لكل كلمة مكانها الطبيعي، وهذه ميزة القصص، مختلف القصص. كذلك من ميزات القصص وذكرت الدكتورة بسمة موضوع النهايات عند مازن حبيب، نهايات يعني مفاجئة لحد ما، فيها مفارقات، فيها
فيها غرابة، وأنا أعتقد هذه ميزة القصة. تتميز المجموعة بوجود شخصيات، يعني شخصيات يمكن القارئ يتماهى معها، يعني مش فقط وصف هلامي لها، وفي شخصية حية تتحرك مع القارئ حتى النهاية، وإلى جانب تنوع الموضوعات. صح المناخ واحد، بطاقة العمانيين إلى آخره، ولكن مواضيع ثرية ومتعددة. نعم. كل موضوع مستقل بذاته. جميل جدا. إذن وقت الحلقة قد انتهى سريعا، وفي نهايتها نتوجه بالشكر للناقدة التونسية الدكتورة بسمة عروس. شكرا جزيلا لك دكتورة بسمة. وأنا بدوري أجدد شكري على هذه الاستضافة الجميلة والكريمة. شكرا جزيلا، وكذلك أشكر القاص والروائي الأستاذ محمود الرحبي. شكرا جزيلا لك. العفو، وشكرا جزيلا لكم كذلك. شكرا جزيلا لكم. إذن مستمعينا الكرام، ناقشنا وإياكم قصة البطاقة الشخصية للعمانيين للكاتب العماني مازن حبيب ضمن مجموعته القصصية التي حملت العنوان ذاته وصدرت عن مؤسسة الانتشار العربي في عام 2014. وإلى اللقاء. كنتم مع وقال القارئ، مع تحيات جاسم بن جميل الطارشي، منى بنت حبراس السليمية، وسيف بن سالم الجرداني. وقال القارئ.